عودة الروح هو فيلم روائي قصير، مدة الفيلم 7 دقائق، يتحدث عن المأساة اللي عاشتها عاشها الشعب العراقي في حقبة داعش. تم تصوير الفيلم بظروف جدا صعبة، على اعتبار أنه تم التصوير بعد انتهاء المعارك بفترة وجيزة جدا. حين ما تم تصوير الفيلم كانت هناك عبوات وأحزمة ناسفة، وكانت الجثث ما زالت في الشوارع موجودة. فبعد تصوير الفيلم شارك الفيلم بمهرجان واسط السينمائي، وحصل على جائزتين، جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل إخراج. والحمد لله أنه اليوم إحنا بالجي سي سي فرحانين جدا، على اعتبار أنه الجي سي سي هي منصة كبيرة جدا، واسعة جدا، لإيصال رسائل المخرجين من العرب، وفرحانين بالجي سي سي أكيد. بصراحة يعني أنا ما كنت متوقع أنه أكو هيك جمهور سينمائي بتونس، جمهور مخيف جدا، صاحب ذائقة عالية جدا، فجدا حبيت الموضوع بصراحة. وبدأ عندي شيء من القلق، على اعتبار أنه الأفلام اللي داخل المسابقة أفلام جميلة جدا، وبالنتيجة أنه أهم شيء أنه أنت توصل رسالتك كمخرج، توصل رسالتك للعالم بالكامل. يعني شاهدت اكثر من فيلم، شاهدت فيلم شارع حيفا كان امنيتي انه اشوفه للمخرج العراقي مهند حيال، شاهدت سيدة البحر للمخرج شهد، شاهدت فيلم منارة للمخرج زين من لبنان، افلام جميلة جدا وتستحق المنافسة. هاي الدورة يعني انا ما حاضر الدورة اللي قبلها، لكن هاي الدورة انا اشوف انه الاجواء جميلة جدا، الحضور جدا باهي مثل ما تقولون انتم، ويعني نتمنى التوفيق للجميع، على اعتبار انه الجائزة هي انه انت تشارك بالمهرجان، على اعتبار انه المهرجان مهم جدا، فمجرد ما انت تشارك بالمهرجان فانت حصلت على جائزة.